ازيك شباب، معاكم مازن ورجعت لكم بفيديو جديد. النهارده ان شاء الله شباب اقول لكم ازاي تقدروا تجيبوا اكبر عدد روبوكس ممكن من ماب بليز دونيت، واحسن الحيل والطرق عشان تزود الروبوكس اللي يجيلك من ماب بليز دونيت. وقبل نبدا الفيديو يا ريت تكون عامل لايك وسبسكرايب وكومنت وشير، ويلا نبدا في الفيديو. طبعا شباب هنبدا بقى باول طريقه، وهي شباب انك تحاول تزود الزراير او زرار التبرع زي ما انتم شايفين هنا. يعني مثلا قدامنا دلوقتي مثلا الولد ده هتلاقي اقل حاجه عنده اصلا ب 15 روبوكس زي ما انت شايف دلوقتي. طب هل الكل اللي معاه 15 روبوكس يديله 15 مره واحده؟ طبعا شباب الرقم عادي جدا، المفروض فعلا نبدا بخمسه مثلا او اربعه او ثلاثه حتى، لكن ما تقلش ما توصلش لاثنين، لان اثنين انت مش هتاخد الروبوكس فعليا. ومثلا الولد ده هتلاقي مثلا بدا ب 10، طب انا معيش دلوقتي 10 روبوكس اصلا، مثلا معايا 6 روبوكس وعايز اديك 6 روبوكس، فاهم قصدي؟ دي مشكله. ايه ده؟ اي سي تيوب بيقول لي هاي، انا متابع اي سي تيوب، بحبك جدا، بتفرج على فيديوهاتك 24 ساعه. مش مشكله. المهم مثلا الولد ده بادئ ب 100 روبوكس، الرقم عالي جدا. اي سي تيوب بيقول لي كان يو دونيت فور مي، اي دونت هاف اني روبوكس سوري. المهم او معايا شويه. المهم فما تعملش جيم بيزز مثلا برقم 2. تاني حاجه شباب، وهي حاجه اسمها الريشيو، انك قد ايه متبرع بقد ايه وانت واخد قد ايه. زي الولد ده مثلا دلوقتي، الولد اللي اسمه سنوبول مثلا ده اخد 3300 روبوكس، والرقم اللي هو اتبرع بيه مش ظاهر اصلا ومخبيه، واخد بالك انت؟ فانا هفتكر مثلا هو مثلا متبرع بعدد قليل قوي مخبيه، فاهم قصدي؟ مثلا شباب مثلا لو بصينا الولد اللي اسمه جيس، مش عارف اسمه، المهم الولد الماوس عليه ده، تمام؟ هتلاحظ حاجة ان هو لام مثلا 2300 روبوكس، وفي الاخر عامل دونيت ل 155، رقم قليل جدا. المفروض مثلا يكون مثلا على الاقل مثلا متبرع ب 20% حاجة زي كده ان انت جالك من روبوكس. طبعا شايف انا عندي القاعدة دي بايظة خالص، انا عامل ايه؟ انا متبرع ب اسمه ايه ده؟ متبرع ب 1100 ومعايا اصلا 745، انا بوظت القاعدة خالص. لكن اظن انتوا فهمتوا قصدي، يعني حاول ما تكونش ايه لامم انت مليون روبوكس مثلا ومتبرع بزيرو روبوكس، لا يعني حاول تبقى فيه عدل شويه، تحاول تدي ناس روبوكس وكده برضو. والمعلومه شباب اللي بعديها شباب، ان حاول ما يكونش الاستاند بتاعك زي الاستاندات اللي هي دي، زي ده مثلا. يعني مثلا سي دلوقتي انت قدامك الاختيار، تحب تتبرع لده ولا ده؟ اكيد انت هتختار تتبرع للولد اللي هو مظبط شكل الستاند بتاعه حتى لو مش معاه روبوكس كتير. وهقول لك برضو شباب ازاي تقدر تجيب استاندات بسهوله وبلاش جدا، وهي عن طريق الاكواد. زي ما انتم شايفين هنا قدامنا اكتر من ستاند، مثلا ده 150، ده 500، ده 250، ده ب 500، ده 150، ده ب 1000. ليه 1000؟ ليه 1000؟ وده ب 100، وده ب 150. هنا بقى في طريقه شباب، وهي الاكواد. زي ما انتم شايفين هنا في حاجه اسمها الريديم فودز. الفكره ايه؟ ان الاكواد دي المفروض بيديها لك الديفلوبرز او صناع المحتوى على يوتيوب، تقدر تستخدمها هنا وبيديك مثلا حاجات مجانيه في اللعبه وكده. وطبعا عشان كنت عامل اصلا فيديو كلمت على الاكواد دي، بس عشان انا راجل محترم جدا هقول لك الاكواد دلوقتي. الكود الاول اهو، تمام؟ لكن انا اوريدي مستخدمه، فبيقول لي اوريدي ريديم، تمام؟ بيديك ايه؟ بيديك شويه من اللي هو العمله بتاعت اللعبه عشان تقدر تشتري اي ستاند انت عايزه، تمام؟ ده الكود الاول. بعديها الكود اللي بعده شباب اللي هو ده، اللي هو اي لاف ايجلز، تمام؟ في كود اللي بعده شباب اللي هو اوليكس اوليكس 10، تمام؟ بيقول لي توس فاست، بعمل ريديم بسرعه، بيقول لي اوريدي ريديمد، تمام؟ قدامنا الكود التاني اللي اسمه ليزر بيم، تمام؟ ايه ده، سبحان الله، هو اداني الكود تاني مش عارف ازاي، بس تمام يعني مش مشكله، تمام؟ قدامنا الكود اللي هو اسمه ستيك 15، تمام؟ بس بيقول لي اوريدي ريديمد، تمام؟ طبعا كل الاكواد دي ممكن تشغلها عادي جدا. انا تقريبا انا عملت ريديم ده، جرب مش فاهم، ماشي اوريدي ريديمد فريتش. وفي بقى كود اللي هو اسمه جي جي ليكويتن، تمام؟ كل دول اصلا اسماء يوتيوبرز، تو فاست اهو يا عم، ماشي. كل دي اصلا اسماء يوتيوبرز، وهفهمك انت جالك ايه بالظبط. هجيلك العمله بتاعت اللعبه اللي ممكن تشتري منها اي ستاند انت عايزه. في بقى طريقه ثانيه خالص شباب، وهي ان تدخل جيمات في اللعبه نفسها. الجيمات دي ايه؟ مثلا دلوقتي مثلا لو في التايب ريسر هتلعب، ده ما بحازم عامله، ببساطه هتدخل وتلعب بس اللعبه، بس كده، الموضوع سهل جدا. مثلا بيت سيموليتر اكس، حرفيا تدخل بس اللعبه، هتدخل اللعبه بس مش اكتر، فعلا الموضوع سهل جدا، تمام؟ هنا بقى اللي هي الطريقه دي، انك تدخل الماب اللي اسمه ميك ا ويش، تمام؟ وتكتب كلمه بوث، بعديها هتملى الجار. طبعا عامل فيديو كامل اصلا في هيكون في الديسكربشن عن موضوع الاستاندات وكده، لكن دي طريقه سريعه جدا بس عشان تظبط شكل الاستاند بتاعك. طبعا شايف انا شفت الولد اللي عامل جيم باس بواحد، واحد وهو مش كسبان اي حاجه فعليا، لكن هتبرع له واحد بس، رغم هو مش كسبان اي حاجه لان روبلوكس اصلا بتاخد 30%. وزي ما انتم شايفين عارفين يا شباب ان الروبوكس ما فيهوش مثلا نص روبوكسايه، مفيش الكلام ده اصلا. روبوكس اقل حاجه يكون عندك هي واحد روبوكس، تمام؟ والطريقه اللي بعدها شباب، حاول ما تكونش شحات. ياه بجد يا جماعه لو سمحتوا اعرفوا الطريقه دي. حاول مثلا مش لاقي، اول ما تلاقي حد مثلا معاه شويه روبوكس تقول له بليز دونيت بليز دونيت بليز دونيت، الواد هيتضايق،
الواد ده حرفيا هيتضايق وهيسيبك. يعني انا بعمل كده مع اي حد، اي حد يحاول يشحت مني بروح اسيبه فعليا، بيبقى زنان كده بالنسبه لي، لو ايه زي الدبانه، عارف لما تعوز تضرب الدبانه كده من كتر ما هي عامله زن عليك، فعليا ان هي نفس الموضوع كده. فحاول ما تقعدش تشحت من الناس وتقعد تزن عليهم وتقول له بليز دونيت والكلام ده كله، الموضوع مزعج. وطريقه شباب بعدها، شباب لو انت لقيت مثلا السيرفر اللي انت فيه دلوقتي مات خالص، يعني مفيش اي حد في السيرفر بيدي تبرعات، مثلا انت بدات تعرف السيرفر ده عايش ولا لا من الشات اللي انت شايفين، مثلا هنا مثلا الواد ده اتبرع ب 6 روبكس، واحد برع ده انا ماشي، واحد برع ب 5 روبكس، فانت تقدر تعرف شاب انت السيرفر ده عايش ولا لا. طب لو لقينا دلوقتي مثلا السيرفر ده مات، السيرفر ده ما فيهوش اي حد، والسيرفر ده خلاص يعني السيرفر وحش قوي، هتروح تدخل سيرفر تاني وتقعد تعمل كده قريت ما تلاقي سيرفر، مثلا هتلاقي مثلا ناس كتير عاملين دونيشن، واخد بالك انت هنا. طريقه شباب اللي بعدها شباب، انك لو يوتيوبر مثلا ممكن تستغل الفان بيز بتوعك او اللي هم متابعينك في موضوع الروبوكس، مثلا ممكن مثلا تعمل ستريم توزع روبوكس وفي نفس الوقت يجي لك روبوكس. انا عملت كده حرفيا، يعني انا ما كانش قصدي اصلا اخد اي روبوكس منكم، بس لقيت ناس ما شاء الله ادوني روبوكس حلو، يعني حرفيا النص اللي وزعته لقيت جولي تاني، فاخد بالك انت صام بعد الضرايب بيقلوا جامد. اه شباب روبلوكس فيها 30% ضرايب، انا فاهم والله، هتقول لي ايه ده يا حكومه ولا ايه، بس للاسف بقى روبلوكس تعمل الحركه الرخمه دي. فطبعا شباب مثلا لو انت بقى يوتيوبر مشهور وكده، هتلاقي هنا في بيجي لك جيفتس. طبعا انا عملت اخدت شويه جيفت من الناس اللي هما كانوا مداني، كان في ناس ادوني جيفت فروحت اخدتها، بس مش مشكله يعني تمام، فكان ناس ادوني جيفتس وكل حاجه يعني، فشكرا ليكم يا شباب. لكن طبعا انا اصلا ما بطلبش من حد روبوكس، يعني انا عمري ما طلبت من حد من متابع او حاجه قلت له هات روبوكس ولا حاجه، لكن في يوتيوبرز ممكن مثلا يعملوا يكتبوا اسمهم مثلا دلوقتي يقولوا هات روبوكس، اسمي دلوقتي على الشاشه يا ريت حد يديني روبوكس، يعني اديني 1000 روبوكس 100 روبوكس ظبطوني يعني يا جماعه لو سمحتوا، عايز اجيب مليون روبوكس لو سمحتوا. والطريقه شباب اللي بعدها شباب، انك لو مثلا عندك قناه على يوتيوب او حاجه تحاول تفتح لايف وانت بتلعب اللعبه، لانك لما تعمل الحركه دي ساعتها الناس هيحبوا يتبرعوا لك عشان يعرفوا الرياكشن بتاعك هيكون عامل ازاي. يعني مثلا انا كنت فاتح لايف لما كان حد يتبرع لي او اي حاجه كنت بقول له شكرا وكده، فكان في بقى في رياكشن. وطبعا شباب الطريقه اللي بعدها شباب، مثلا دلوقتي لو انت مثلا دلوقتي حد اتبرع لك، زي مثلا برعت الولد ده مثلا بروبوكسايه، طبعا هو مش اهتم تمام، بس برعت حد بروبوكس تمام، المفروض تعمل حاجه اسمها اوفر رياكشن. يعني مثلا حد يتبرعك مثلا بروبوكس تقعد تقول له ثانك يو مش عارف، تقعد تنطط من الاخر، تقعد تقول ثانك يو، تقعد تنطط والكلام ده كله. ليه بقى؟ عشان هو يحب يديك تاني روبوكس، واخد بالك انت. ولو انت بقى عندك الفويس شات اللي هي اصلا شباب حاجه جامده جدا، الفويس شات ده حرفيا اعرف واحد صاحبي جاي مثلا على الاقل 70000 روبوكس من موضوع الفويس شات ده، فويس سيرفرات الفويس شات بتزود جدا الروبوكس، لان اي حد فعلا عايز يبقى على ارقام عاليه بيدخل سيرفرات الفويس شات. حد يقول لي يا مازن قول لنا ازاي نفعل الفويس شات، اقول لك للاسف شباب في مشكله عندي، ان انا دلوقتي عايش في مصر تمام، فانت عايش في مصر في قوانين للاسف تمنع موضوع الفويس شات في كل الالعاب مش روبلوكس بس، فللاسف الفويس شات مقفول. لكن لما اجي اكلم مثلا شركه النت يقولوا لي شركه النت المشكله من اللعبه، اكلم اللعبه يقولوا لي مشكله من شركه النت، الموضوع معقد جدا، الموضوع غريب صراحه. فللاسف الشات الفويس شات مقفول لحد بقى اشعار اخر. وشباب مره واحده لقينا كل العرب وكل المصريين الفويس اشتغل عندهم، حاجه غريبه جدا، بعديها باص تاني، فموضوع رخم جدا يا شباب صراحه. والطريقه شباب اللي بعديها شباب هيبقى ليها علاقه بيوتيوب. ايوه شباب يوتيوب، هنعمل دلوقتي ادخل دلوقتي على يوتيوب واقول لكم الطريقه. طبعا شباب دلوقتي احنا على منصه جميله جدا اللي اسمها يوتيوب، حبيبتي يوتيوب. المهم ايه ده، الدحيح نزل فيديو جديد، هندخل بقى على السيرش ونكتب هنا شباب روبلوكس بليز دونيت، مش كودز بقى لا، هنكتب روبلوكس بليز دونيت لايف تمام. هتعمل ايه بعد ما تكتب الكلام ده؟ هتلاقي كميه لايفات دلوقتي، ناس فاتحين لايفات بيوزعوا فيه روبوكس، وناس مشاهير على فكره، في ناس فعلا بيوزعوا روبوكس حقيقي، مثلا تقريبا نازل اسمه ميسي بلينكس ده تقريبا بيوزع روبوكس فعلا زي ما انتم شايفين هنا قدامنا اهو، زي ما انتم شايفين دلوقتي مثلا هو فتح دلوقتي اللايف ولقيت فعلا بيوزع الروبوكس لانه فتح الشات زي ما انا عملت بالظبط كده تمام. بس مش بصراحه حقيقي ولا لا يعني، بس اظن حقيقي ان شاء الله يعني تمام. رغم عدد صراحه السبسكرايبرز وعدد المشاهدين وحش قوي يعني 31 مشاهد هو عنده نص مليون. طبعا شباب مثلا لايف زي ده 100% فيك، اللي هو فاتح مثلا جروب فاندز ده وبيديك روبوكس، لا ده 100% فيك، فطبعا اصلا يعني الرقم مش منطقي اصلا. طبعا شباب دلوقتي لايفات اللي هي 100% حقيقيه، لايفات عم الكل حازم ذات نفسه. طبعا شباب هو عنده قناه رسميه اسمها حازم، بس هو مزود اتش في الاول عشان موضوع التاج ده تمام. فالقناه دي مثلا بيعمل لايفات دلوقتي، نشر فيديو قبل كده حرفيا اشترى اللي هي البيل بورد اللي هي زي ما اعرفش اسمها ايه ترجمتها على الشاشه دلوقتي في نيويورك، غاليه جدا، راح اشتراها وحط صوره فلامينجو يوتيوبر مشهور برضه. فدلوقتي لو دخلنا كلمه لايف هتلاقي هنا ان هو عامل اكتر من لايف، كام واحد كده تقريبا 8 وزع فيه روبوكس زي ما انتم شايفين اهو، بيوزع روبوكس طبعا يا شباب ارقام ما شاء الله 271000 مش عارف 300000
الواد ده 100% شباب حقيقي، لان ده الجروب او اليوتيوب شانل بتاعت الرسميه بتاعت حازم. طبعا شباب مثلا دلوقتي اقول لكم حاجه، لو دخلنا دلوقتي مثلا هتلاقي الولد ده، طبعا شباب هو اللي بيعمل ستريم اسمه اوليكس، ده اليوتيوبر اللي هو بيعمل ستريم، حازم ما بيتكلمش اصلا، تمام. هتلاحظ شباب ان اوليكس ده عمال يجيله كميه دونيشنز مش طبيعيه، لان الناس عايزين يشوفوا اوليكس هيبقى ايه رده فعله في الستريم ذات نفسه. عشان كده شباب اعرفوا اللي انا قلت لكم عليه ده صح، لو انت تقدر تفتح لايف ستريم وانت بتلعب اللعبه نسبه كبيره هيجيلك دونيشنز اكتر. طبعا شباب ده يثبت لنا شباب ان هما بيحبوا يشوفوا الرياكشن بتاعك على اللايف، واخد بالك انت، عشان يشوف انت هتقول مثلا ايه وكده. طبعا شباب كل مثلا ما تبقى تقدر تقرب شويه من اللي بيعملك دونيشنز، مثلا من ناحيه مثلا شات، من ناحيه فويس شات، الفويس شات دايما جدا، من ناحيه بقى انت مثلا يوتيوبر وفاتح فيس كام، ده بيزود نسبه اللي يجيلك روبوكس بكتير جدا. وبس كده شباب، يا رب يكون الفيديو عجبكم. ايه الشخصيه الغريبه دي؟ المهم بس كده شباب، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والكومنت والشير، وسلام.